بالنسبه للوزير للوزراء اللي كيبان لي انا وزير الخارجيه مصر بوريطا والوزير ديال الصناعه ووزير الداخليه، هادو بالنسبه للسفير ديال المغرب في الامم المتحده هلال. هادي كتشوفوا بلي خصهم يبقاو ويواصلوا هادو اللي كيبان لي. وحتى بالنسبه لوزير التربيه الوطنيه كمل المشاريع ديالو شويه، ولكن صادفوا على الاحزاب لانهم تحزبوا وما مشاركاش، ولكن كيبقى يمكن تكون تنقلات. ناصر بوريطا اخ النوش يبقى في الفلاحه وزير الاول، وعندك سميتو العالمي. علاش ناصر بوريطا وعلاش العالمي وعلاش؟ لان عطاو نتائج مزيانه الحمد لله، والله يعاونهم. هاتي نقول لكم شكرا لك، الله يعاونهم ويسهل عليهم كاملين. من بعد المجهودات اللي دار كاين وزير الخارجيه فهمتيني سي ناصر بوريطا، وكذلك كاين وزير الداخليه سي بفتيس، هادو ناس هما اللي يعتمد عليهم في الحكومه الصغيره. وزيد حتى السي اخ النوش، السي اخ النوش يعني راه دار شي حاجه من ناحيه الفلاحه، وداك الحين يعني عطى في المجال ديالو. ناصر بوريطا لان كنشوفوا المسائل الدبلوماسيه الحمد لله المغربيه غاديه في تقدم فهمتيني مزيان، فيما يخص ملف الصحراء ديالنا الحمد لله، والعلاقات مع القاره الافريقيه كامله، حنا افارقه فهمتيني، حنا افارقه الحمد لله. الدبلوماسيه المغربيه غاديه بخير وعلى خير. كنعتقد بان اللي خصو يبقى في المنصب ديالو الفتيت. علاش؟ الناحيه ديال التسيير الاداري، لان التجربه ديالو الاداريه والحنكه ديالو حتى هي عطات الثمار ديالها جوسكا بريزون، وكنطلبوا له مسيره موفقه. كنظن وزير واحد هو وزير الصناعه والتجاره، هو الواحد اللي يستغرق المنصب ديالو. علاش؟ ما عدا لانه خدم كيبين في الصوره ديما كاين كيجري كيحرك لي زون اندستريال، حرك الزون ديال قنيطره، خدام جاب بوجو جاب شحال من حاجه. وسي بوريطا حتى هو كذلك من الوزراء اللي خدموا مزيان واستحقوا بزاف اعترافات بالدوله الوهميه اللي كانت البوليزاريو، واشتغل على الخارجيه بزاف، جاب لنا بزاف شوفوا، جاب سفاره امريكا، جاب سفاره ديال بزاف الدول الصحراء المغربيه. وكنشكره من هذا المنبر السي بوريطا وكذلك السي العالمي وزير السي. كنعتقد وزير الخارجيه اعتبارا الاولويه القضيه الوطنيه في هذه المرحله، خصوصا انه غادي في واحد المسار ايجابي من انجازات على مستوى فتح القنصليات، على مستوى العلاقات مع دول الجوار، وبالتالي كنشوف انه باش الدبلوماسيه المغربيه تواصل في نفس المسار ربما يكون من الافضل يبقى وزير الخارجيه الحالي. شكون هو الوزير اللي كتشوفو خصو يبقى في المنصب ديالو من بعد؟ حنا تنتمناو السيد وزير الداخليه السي عبد الواحد الفتيت، السيد رجل الاخلاص، رجل الصدق، انه كان والي وخدم الرباط الحمد لله، ودابا الحمد لله بغينا هو اللي يزيد يكون. وتنطلب من الله السيد وزير الخارجيه، والحمد لله هادو الناس، وزير التجاره والصناعه. علاش وزير الخارجيه؟ وزير الخارجيه يعني عنده يعني اش نقول لك، متبع السياسه الخارجيه ديال بلادنا، الصحراء وبزاف د الحوايج اللي غادي بهم، غادي بواحد هو اللي شاد الملفات ديال المغرب. وغادي هو السيد رجل الثقافه، رجل السياسه، وقبل ما يكون كوزير الخارجيه كان هو خدام في وزاره الخارجيه. وسميت السيد وزير الداخليه السي عبد الواحد الفتيت كان والي، وقبل ما يكون كوالي دابا الحمد لله دابا راه وزير الداخليه. عندنا واحد اخ محترم اللي هو رجل سياسه، هو السيد وزير التجاره والصناعه سي العالمي. الحمد لله غادي بواحد الاستثمار مزيان، يعني جميع الشركات اللي هما تستثمر في المغرب يعني وقف عليهم بالجديه وبالاخلاص. السيد هو انسان مثقف، رجل الصناعه، رجل التجاره، والحمد لله الامور بخير وعلى خير. وتنتمنى من الله هذه الحكومه دي اللي جات دابا تخدم بالجديه والاخلاص بدون مراوغه مع الشعب المغربي. شكرا لك.
بين الشعب المغربي ما بغاش المراوغه، بغى اللي يخدم البلاد. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب، بارطاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.